في 95 فوجئنا ونحن الوقت ذاك نحن دفعنا كل قواتنا الى جنوب السودان، عملنا حمله كبيره جدا. الحمله دي قامت حققت نجاحات كبيره جدا وانتصارات كبيره، واستطعنا نسترد كثير من الاراضي اللي كانت موجوده في التمرد، استرديناها. في الوقت ده دخلت القوات المصريه واحتلت حلايب. انا اعتقد الوقت ذاته التوقيت ذاته كان توقيت بالنسبه لنا كان مؤلم، لانه نحن مشغلين في حرب داخليه. كنا زي ما احنا بنقيف مع اخواننا المصريين في حروب ضد اسرائيل، على الاقل يعني لو ما ساعدونا ما يفتحوا لنا جبهه جديده. فاحنا رفضنا انه نفتح جبهه مع اخواننا في مصر في حلايب، لكن حلايب سودانيه وما حنتنازل عنها. ونحن عندنا شكوى في مجلس الامن بنجددها سنويا، اذا هم اصروا لا ما في تفاوض نحن حنضطر في النهايه نمشي مجلس الامن يعني.